شيعت مجامع كبيرة على رأسها قيادات في المقاومة الوطنية الشهيد البطل محمود مختار الغوري في مسقط رأسه في بني شيبة مديرية الشميتين محافظة تعز بعد الصلاة على جثمانه الطاهر. واستشهد الغوري وهو يدافع عن الجمهورية وكرامة وحرية الشعب اليمني في الساحل الغربي في مواجهات مع ميليشيا الحوثي الكانوتية المدعومة إيرانيا. وكان قد التحق بصفوف المقاومة الوطنية عند تأسيسها في معسكر بير أحمد بعدن فور تخرجه من الكلية العسكرية في عدن عام 2018.